حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى معهد أمريكي، موازنة الحشد الشعبي زادت بنسبة فاقت 45% مقارنة بموازنة 2019. في العرب الجديد، غياب التوافق يؤخر حسم الموعد النهائي للانتخابات العراقية. في موقع الترا عراق، خلية الأزمة تدعو الحكومة إلى إغلاق الحدود لمدة 14 يوما. في مجلة نيولانز الأمريكية، الصين تحاول نزع الإسلام من مسلمي الإيغور. في موقع عربي 21، احتجاجات بالخرطوم على التطبيع وإحراق لعالم الاحتلال. في الشروق الجزائرية، تقدم مهم في محادثات ليبيا نحو تشكيل حكومة مؤقتة. وبلومبرغ، مع قرب وصول بايدن خيم الهدوء على الشرق الأوسط، الأعداء يتصالحون ويرتبون أوراقهم. من المؤسف أن القضاء في يومنا الحالي لم يعد المؤسسة الرصينة القادرة على تحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أهلها ومحاسبة الفاسدين والمجرمين، بل أصبح القضاء جزءا رئيسا من المنظومة السياسية الفاسدة التي تبحث عن تحقيق مصالحها وتتعاون مع باقي أقطاب العملية السياسية لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية على حساب مصلحة المواطنين وضياع العدالة. عن القضاء العراقي إذن كتب شاه القرداغي في مقال بموقع مركز الرافدين راسان بالدراسات. أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة في بغداد يوم الخميس 7 يناير الحالي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة اغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وجاء القرار العراقي بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية قبل أيام عن تقديم طهران طالباً للمنظمة الجنائية للشرطة الدولية لإصدار إنذار أحمر واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن إصدار مذكرة القبض على دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من قبل محكمة القضاء الأعلى في العراق جاء بعد متابعات كثيرة قامت بها الخارجية الإيرانية وغيرها من المؤسسات، ما يعني بوضوح أن القضاء العراقي تحرك لاتخاذ هذه الخطوة لإرضاء الجانب الإيراني والتأكيد على نية العراق لمتابعة هذا الملف قضائياً دون إدراك أن هذه القرارات تعطي إشارات سلبية على دور القضاء وتكشف تبعيته للنظام السياسي الفاسد الذي يغض الطرف عن مئات القضايا الإنسانية ويركز على القضايا التي تهم إيران ووكلائها في العراق. وهكذا أصبح القضاء إذن أداة لتصفية الحسابات وإصدار الأحكام التعسفية بدلاً من أن يكون أداة حقيقية لإحقاق الحق. سؤال لطالما بحث كثيرون عن جواب له بدلاً من الاحتلال الأمريكي وتبعات هذا الاحتلال، مروراً بالتدخلات الحاصلة في العراق وانتهاءً بما وصلت إليه الأوضاع فيه. هل درست الدول المحتلة والمتدخلة المزاج العراقي؟ وهل هي على دراية بسلوك المواطن العراقي وتبنياته وما يطمح إليه؟ هذا مقال للكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى. العملية أنتجت طبقة حزبية غير قادرة على حماية مواطنيها، لا بل ساهمت على أن يكون المواطن وقوداً لصراعاتها التي لا تنتهي. ومع تقادم الأيام والسنوات بات المواطن يشعر أنه غريب عن هذا الوطن الذي يدار من قبل أشخاص غير مسؤولين مدعومين من خارج الحدود. هذه السياسات خلفت خط صد وهمي ينهار مع كل مرحلة فاشلة من عمر الحكومات المشكلة كما يراها المواطن من خارج الحدود. بالمحصلة فإن جوهر المشكلة أصبح الفشل الذي أكد ويؤكد أن الأحزاب المدعومة من قبل دول الجوار تلعب دوراً خطيراً مفاده تحقيق مصلحة هذه الدول على حساب مصلحة العراق والعراقيين.
ما حصل أن المجتمع العراقي وبالتأكيد البعض منهم الذين كانوا يؤمنون بصدقية هذه الدول المنادية بهم وبحمايتهم زال واستبدل بسخط كبير عليها وعلى سياساتها في العراق بعد أن ارتفع سقف الوعي عند المواطن العراقي وكل ما كانت تنادي به هذه الدول من حماية طائفة أو أقلية هواء لا يتعدى الشعارات المستهلكة. فما عادت هذه العناوين البراقة تعني الجميع، لا بل أصبح المواطن العراقي لا يؤمن بما تنادي به هذه الدول. الخطأ الذي وقعت به هذه الدول هو مساندتها لطبقة حزبية غير قادرة على إدارة أبسط الملفات، هذا إذا سلمنا إلى الأمر أن هذه الأحزاب لها القدرة على اتخاذ القرارات. إذا خلقت الإجراءات التي اتبعتها دولة الاحتلال أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية لا يزال العراقيون يدفعون أثمانها، سواء بالأحزاب التي نصبتها لحكم العراق أو سياساتها مع دول الجوار، فضلا عن أن أرض العراق أصبحت ساحة صراع خطيرة بين أمريكا وخصومها. عن تصريحات حسن نصر الله عن المقاومة العراقية ومحاولة تزوير تاريخها، كتب عبد القادر النائل في صحيفة البصائر العراقية: أراد حسن نصر الله أن يمارس التضليل مرة تلو أخرى في سياق كلامه بأن بصمات قاسم سليماني كانت حاضرة مع المقاومة العراقية، ويبدو أنه حاول أن يتناسى الجماعات المسلحة أو الكيانات الحزبية المرتبطة بإيران قد وقعت على وثيقة احتلال العراق في مؤتمر لندن، وقد دخلت العراق مع المحتل الأمريكي ووافقت على سلطة الاحتلال وشكلت معه مجلس الحكم على أسس طائفية ومذهبية. المقاومة العراقية تاريخ حديث ناصع البياض رسمت طريقها بواقع ميداني معلوم لا يمكن أن ينجح معه أي تدليس أو تزييف لتاريخها ولا تحريف لحقيقتها. لذا عندما ظهر حسن نصر الله وساق جملة من الادعاءات في لقائه الإعلامي على قناة الميادين حول المقاومة العراقية وأراد أن يوهم الناس في الذكرى الأولى لمقتل مسؤول فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بأن الأخير كان وراء المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي وداعما لها، في سياق وضع إنجازات وهمية ظنا منه أنه يستطيع إضافتها لتاريخ سليماني، فكان لزاما على كل من شهد المرحلة وواكب أحداثها أن يبين للجميع تفاصيلها وحقائقها ويكشف أي تدليس للتاريخ، ولسيما أن هذه الأحداث لم يجف حبرها لأنها في واقعنا المعاصر وشهودها أحياء وما زالت أحداثها مستمرة إلى الآن. ومن باب الشهادة التاريخية فإن المقاومين لم يكونوا يتبعون أي حزب أو جهة متدربة سابقا ولم يكونوا متحدين ولا منظمين، وإنما كانت هبة شعبية انطلقت من موروث ديني ألزمهم بفرضية جهاد الدفاع، لذلك كان غالب هؤلاء المقاومين الأعم منهم من رواد المساجد، وتشكلت بعدها فصائل المقاومة على أساس فكري منظم، وكان في طليعتها كتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين والحركة الإسلامية لمجاهدي العراق وجيش الراشدين والجيش الإسلامي وأنصار السنة وبعض الفصائل المناطقية بحسب الأقضية والنواحي. وهذا لا يعني أنه عندما انحصرت المقاومة بالمناطق السنية أن مكونات الشعب العراقي كانت مع الاحتلال، فمن خلال التتبع الدقيق لوثائق تلك الرحلة الرائعة والمرحلة الرائعة وجدنا أن سجلات هيئة علماء المسلمين في العراق في مقرها في مسجد يوم القرى ببغداد وجدنا هناك تبرعات لمواطنين مسيحيين وكنائس وتبرعات لمواطنين من الشيعة والكرد والتركمان وغيرهم لأهل الفلوجة ومجاهديهم في أثناء معركتهم مع الأمريكيين، يسجل بذلك موقفا تضامنيا عراقيا مهما. هناك كثير من الموجبات في عراق هذه الأيام، وعلى امتداد 18 سنة تبيح للمرء أن يستعيد حقائق تخص الغزو الأمريكي سنة 2003. فما مآلات الراهن؟ هذا مقال للكاتب صبحي حديدي في صحيفة القدس العربي.
عراق اليوم يشترط هيكلا حاكما من رئيس جمهورية كردي ورئيس حكومة شيعي ورئيس مجلس نواب سني، وتوزيعا مذهبيا وطائفيا للوزارات السيادية من حيث الشكل على الأقل. أما من حيث المضمون فإن الكثير من سلطات القول الفصل تؤول إلى علي السيستاني المرجع الأعلى للطائفة الشيعية ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وقائد جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام والقيادي الفعلي لتيار سائرون الأكبر في البرلمان وزعماء الحشد الشعبي والميليشيات ذات التبعية الإيرانية والتوجه المذهبي الشيعي. أمثال أبو مهدي المهندس الذي قتل بالقرب من مطار بغداد خلال غارة أمريكية مطلع عام 2020 صحبة قاسم سليماني رئيسه المباشر وقائد فيلق القدس الإيراني. ومن حيث المضمون أيضاً، هذا بلد يعيش انتفاضة شعبية عارمة منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ضد الفساد والفاسدين والتبعية السياسية وانحطاط الخدمات ونقص المواد الغذائية وتدهور الأحوال المعيشية عموماً وتفاقم القمع والاضطهاد وهيمنة الميليشيات وسيطرتها على قرار الدولة السياسي والعسكري والأمني. ليست مآلات غريبة ينتهي الغزو الأمريكي إلى هذه الخلاصة التي تطورت سنة بعد أخرى ونموذجا بعد آخر من السياسة العراقيين الذين شجعوا الغزو وساروا في ركابه قبل أن يسلمهم البيت الأبيض والمخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية إلى أقدار سياسية واجتماعية واقتصادية محلية، وقبلها إلى المعادل الموضوعي المذهبي الإيراني، فتفرقوا من دون أن تفارق العراق الشروط الكبرى التي جعلت الغزو الأمريكي يقدم البلد هدية ثمينة إلى إيران. نشر صحيفة البراسيون الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الكوارث التي تتعرض لها أقلية روهينجيا المسلمة في ميانمار، وذكرت في تقريرها أن حريقاً هائلاً نشب الخميس الماضي في أحد مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار جنوب بنغلاديش. ألسنة اللهب دمرت ما لا يقل عن 550 منزلاً يأوي نحو 3500 شخص، وألحقت أضراراً بمحال تجارية. وبفضل مجهودات رجال الإطفاء واستجابة اللاجئين المدربين على إجراءات الإخلاء لم تسجل إصابات خطيرة في صفوف المواطنين، ولكن احترقت الوثائق المحفوظة بعناية التي تثبت هويتهم وأنهم مواطنون من بورما ميانمار وليسوا مهاجرين غير شرعيين على عكس ما تدعيه السلطات هناك. وفي آب أغسطس 2017 لجأ 750 ألف شخص من الروهينجا إلى منطقة كوكس بازار في بنغلاديش هارباً من عملية التطهير العرقية التي تنفذها سلطات إنفاذ القانون البرمية والميليشيات البوذية في ميانمار. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن مليون شخص من السكان المحليين واللاجئين يعيشون في خطر كبير بسبب الانهيارات الأرضية. وبناء على ذلك وضعت المنظمة نظام إنذار يسمح بإخلاء المنازل المهددة قبل أيام من حدوث انهيار طيني محتمل. ونظرا لردود الفعل للمجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات السلطات في بورما وضمان عودة كريمة وعادلة للشعب الروهينجا إلى أراضيهم، فإن مأساة هذا الشعب المنسي لا تنتهي عند هذا الحد، نظرا لتفاقم حالات الفقر المدقع وازدياد معدلات القتل والاغتصاب والتجار بالبشر التي تتضاعف إلى عنف الشرطة والمشكلات النفسية والتي باتت جزءا من الحياة اليومية لهم. اهتمت مجلة نيو لاينز بمعاناة مسلمي الإيغور بوصفها أقلية تعاني الاضطهاد في الصين، وركزت على محاولة الحكومة هناك إذابتهم وطمس هويتهم. وقالت معدة التقرير الأستاذة المساعدة في دراسات تاريخ شرق آسيا بجامعة أركانساس إنه في الأعوام الماضية قامت الصين بحملة منظمة باحتجاز مسلمي الإيغور في معسكرات إعادة التعليم ضمن واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الإيغور الأقلية المسلمة ذات الأصول التركية التي تقطن غرب الصين ليسوا وحدهم المستهدفين، أينما عاش المسلمون في مختلف أرجاء الصين باتوا يجدون أنفسهم عرضة لانتهاكات فظيعة لحقوقهم
بما في ذلك إخضاعهم لإجراءات مستبدة مثل إجبارهم على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وإكراه الرجال على حلق لحاهم والنساء على نزع الأوشحة التي يرتدينها على رؤوسهن. خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما لبث ما يزيد على 1 مليون من الإيغور في جمهورية الصين الشعبية يتعرضون لحملة منظمة تديرها الدولة لسجنهم واحتجازهم في معسكرات إعادة التعليم ضمن واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. يجري التنكيل بهؤلاء المسلمين بسبب ارتباطاتهم سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية بالمفكرين المسلمين في الخارج، وكثير منهم يحرم من الحصول على جوازات السفر وحق التنقل والترحال بما في ذلك أداء مناسك الحج، كما أقدمت سلطات الدولة كذلك على حظر الأذان بل وعمدت لإزالة المآذن وحتى هدم بعض المساجد عن بكرة أبيها. وبينما شهدت الصين في تاريخها حملات قمعية استهدفت الأقليات من حين لآخر، إلا أن الانتهاكات الحالية التي ترتكب بانتظام هي الأكثر خبثاً والأشد وطأة، وذلك على المسلمين بسبب ما يستخدم فيها من وسائل رقابة بالغة التعقيد وتقنيات الذكاء الصناعي الذي تتطور سريعاً. بخطوات مدروسة ودقيقة تحاول الفنانة الفلسطينية نداء الشنطي تحول شرائط الورق الرقيق والملون إلى تحف فنية متنوعة بعد لفه وتشكيله بصورة متناسقة وأسلوب خاص. واكتفت الشنطي البالغة من العمر 24 عاماً موهبتها اكتشفتها بفن لف الورق الكولينج في عام 2019 بعد أن جربت ذلك للمرة الأولى عندما عاينت نماذج لهذا الفن، نفذت صديقة لها فضلا عن مشاهدتها مقاطع مصورة لتعليمه عبر موقع يوتيوب. ولم يكن هذا الفن بالنسبة للشنطي التي تقطن في غزة موهبة فحسب، فبعد أن أتقنته تحول إلى مصدر دخل لمساعدة أسر فقيرة بالأرباح التي تكتسبها بعد أن روجت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وداخل منزلها تجلس الشابة الفلسطينية في مكان خصصته ليكون مكان عمل لها بعيدا عن ضجيج الحياة لتعالج أشكالا مختلفة من الورق الملون عن طريق اللف. ويعتقد أن فن لف الورق قد نشأ في مصر القديمة قبل ممارسته شكلا فنيا في عصر النهضة، امتد من القرن 14 الميلادي إلى القرن 17 في فرنسا وإيطاليا، وكذلك في القرن 18 في إنجلترا. نبقى الآن مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.